في إطار يعني اجتماع ديال المجالس الإدارية للوكالة الحضارية اجتمع اليوم المجلس في دورته التاسعة للوقوف على المنجزات التي تحققت خلال سنة 2014 وكذلك لتقديم برنامج العمل لسنة 2015 مع مشروع الميزانية. لكن ما هو مهم في هذه الدورات ديال المجالس الإدارية وهي الوقوف على انتظارات الساكنة وعلى انتظارات المنتخبين الذين هم في نفس الوقت يعني أعضاء للمجلس الإداري، وفيما يتعلق بإقليمي الناظور والدريوش كلنا نعلم أن هذ الإقليمين يعرفان يعني الآن واحد الحركية قوية في ميدان التعمير ناتجة عن التنمية يعني التي تعرفها هذه الأقاليم نتيجة المشاريع الكبرى التي أعطى صاحب الجلالة نصره الله الانطلاق لها في هذه الأقاليم، ويجب أن يكون التعمير مواكبا بل سباقا، وهذا دور الوكالة الحضارية بطبيعة الحال عندما تخطط للمشاريع وباتفاق مع المجالس المنتخبة. لكن كذلك تطرقنا إلى ما هو ما نعتبره مهم ألا وهو التوجه الجديد للمخططات للتهيئة للعمران الجديد، لأن نريد أن نخرج من عمران التخطيط الذي يعني نخطط في المكاتب فوق الأوراق إلى تعمير يعني المشاريع الذي هو مبني على الحوار وعلى دراسة المشاريع التي ستغير ولا شك وجه المدينة المدن وكذلك الشاطئ الذي هو مهم في هذه المكان. شكرا. الوكالة الحضارية لمدينة الناظور ودريوش واللي تقديم ديال المدير بالنيابة ديال الوكالة نشوف من خلاله أن هناك عمل جبار، لكن حنا الموقع ديال مرشكة هو على تقريبا 8000 هكتار من الأراضي و 11500 هكتار من المائي من حوض المائي. هناك كنشوف بأن أشغال مهمة كتقوم بها الوكالة في كل مدينة الناظور في البلدية الأخرى وكذلك في مدينة دريوش وبالخصوص في المشروع الكبير اللي هو ناظور ويستمد اللي إن شاء الله يكون بناء كبير في المنطقة. إذن هذه الأشغال تبارك الله اللي تمت بهذا المجلس الإدارة هي أشغال مهمة من أجل تحضير الوثائق التعمير اللي هي مهمة لكل تنمية ديال أي منطقة. مدى الوجود ديالي انا يعني كضيف لهذا اللقاء في هذا مجلس الاداره، وسمعت الاخوان اللي قدموا يعني تقدم الاشغال ديال الوكاله، وكنشجع الوكاله الحضريه والله يعاونهم في هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به في مدينه الناظور ومدينه دريوش.